السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. البارحة طلعت بسيارتي قطبا 2013، فصارت عندي حالة غريبة، إلا وهي السيارة صار الرون على وضحك إياه. تلاحظ الـ RPM، أنا عندي الـ RPM صار من يرتفع للـ 2000، بس يصعد فوق ال 2000 السيارة تصير بيها عدتها كلش قوية، تبقى السيارة بس تعد تأخذ وتطفى كأنها ما تريد تطفى على أي نمرة، سواء النمرة كانت 2 3 4 5، على أي نمرة، بحيث السيارة ما قدرت أتجاوز كسرعة 80 على النمرة الخامسة أو النمرة الرابعة، بحيث أنه من أريد أمشي وأصعد عدد الدورات أضغط بنزين بسيكليتر ففقط تصعد فوق ال 2000 السيارة تقوم تعتعد. فحتى أنا قلت خاف ما ترجعني للبيت، خفت كلش من عندها. فشيكت أولا بما أنه السيارة شغلت تبريد، طفيت تبريد ما أثر عندي، يعني من أطفي تبريد أو شغل تبريد نفس الحالة ما يفرق بيها أي شعراية من التغيرات، تبقى تعتعد. شكيت يا أما عندي تهريب بالبنزين وصلات البنزين، أو شكيت أنه الفلتر بنزين، أو عندك الفيت ماو أو الفلتر مال الفيت بام الخلفي. فأول سويته خلطة في السيارة، تلاحظ هنا أنا هذا باب السائق أسفله موجود الفلتر، فأول ما سويته أنا بدلت الفلتر، هذا الفلتر بدلته خياته، بدلت الفلتر. من بدلت الفلتر السيارة خفت كاستجابة، ولكن نفس الحالة أنه الـ RPM ما صار عندي فوق الـ 2000. شكيت عندي تهريب، قلت بالكيبل مال المصرة مع النوزلات، فمن اجيت شيكت طبعا كانت السيارة مشتغلة، من اجيت شيكت صوندا مع المسطرة مع النازلات هنا أنا عندي هياته، هذا هو إذا تلاحظوا من بين هنا أنا. هاي مع المسطرة شفتنا أنا. هذا دائما مرات تيبس الصوندا ويقوم يخرج بنزين، فأيضا لقيت سبب مو منه، هذا ما عندك تيبس هنا هذا مشكلة. زين شو بقى عندنا؟ بقى عندي اشيك الفيت بام، لازم افتح الفيت بام اشيك هل الفيت بام ضعف ولا لا، مو ضعف الفلتر القاعده مالته وسخه. انا سابقا فتحت الفيت بام، موجود طريقه فتح في اسفل الوصف، ايضا هسه حاجة افتحها واشوف القاعده. Thank you.
ملاحظة، إذا كان أحد عنده ريحة بسبب البنزين، ريحة بالسيارة، فهو سبب هذا الواشر. هذا الواشر، شوف سهم هنا عندي ظهر متآكل واشر. هذا الواشر عندك إذا صار بقطع أو خشونة شو متآكل، فراح يسبب لك ريحة بالسيارة، ويطلع لك بنزين بالسيارة. سأقف الواشر خل شيك. اللي يفصل عنده هذا راجع مال الفيدباك. اذا يفصل عندك راح ياثر عندك تاخير تشغيل السياره، خاصه الصبح او من تتركها. هذا ما يسهم به، لازم يكبس يجي. تاخذون عمليه الكبس، فمثل ما لاحظت وتلاحظ هنا، شوف السواد هذا كليته هو السبب انه سيارة ما تتعدى سرعة 80 والار بي ام يقوم يخربط. شلون حل مالته؟ ننظف مال الكابريترات، نجيب اي منظف مال الكابريترات حتى ننظفه، وننظف ايضا العبوة. الا تقعد عدل، هذني ثلاثة سن الا يقعد عدل بحيث تقعد. هسه هنا نظيفة، هذا رجع والفراجع هنا.
هذا راجع ما قاعد، هذا حيأثر على سبب التشغيل، تأخير تشغيل نهاري إذا ما قاعد. شوف هذا ما قاعد، هسه قاعد، هسه كاملة بريته، ما عندي أي إشكال. هنا أنا وصلت. وقع علينا التخييم. انتباه طبعا دائما للواشر، هذا الواشر اذا اي خلل بيه، اي فتحة يابس، انه راح يصير عندك ريحة في السيارة مال البنزين. كنت اقول لك كل شيء يقعد براحته، إذا في شيء ما قاعد براحته معناته أكو عنده خلل. هذا الواشر الثاني، هذا له علاقه، هذا هسه تشوفون الصوره عندي، هذا له علاقه باحتصالان صيدل، احتصالان صيدل تجيك ريحه مريحه، فهذا كان التعبير الوحيد من اسفل السياره الى الاعلى، فلازم نطفه. هسه كملنا طبعا ثبتت كرسي انا برغيين برغيين مثل ما فتحتهن، كرسي جانبي. هسه اجي اشغل السياره. اشتغلت طبيعي. لا تنسى من الاشتراك بالقناه اذا لم تكن مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات. اذا كان عندك اي سؤال استفسار اكتبه تحت بالتعليقات، وسأرد عليه بأقرب فرصة ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.